طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. موقع أخباري يتحدث عن سجن طلاب كلية التجارة في صنعاء لساعات داخل قاعات الدراسة. ومن المشاهد نت، ميليشيا الحوثي تنشر دوريات راجلة بين الطلبة لسماع ما يقولون. ومن أخبارنا المنوعة، ألمانيا تجفف بحيرة بحثا عن امرأة مفقودة منذ ربع قرن. أهلا بكم، والبداية من روايات الشهود عن ما حدث لطلاب جامعة صنعاء وكيف تعاملت معهم الميليشيا الحوثية. وقال الشهود لموقع المصدر أونلاين إن الميليشيا أقامت عرضا عسكريا داخل الجامعة ورددت شعارات الجماعة المسلحة، كما نشروا المسلحين في معظم الكليات بعد أن كانت نفذت وقفة احتجاجية ضد ما أسموه بالعدوان أمام بوابة الجامعة. وتفاجأ طلاب كليتي التجارة والاقتصاد والإعلام باقتحام الحوثيين مدعمين بمسلحات يدعين أو يسمين بالزبينيات، وتم الاعتداء بالضرب على الطلاب والطالبات. وأضافوا خلال الاعتداء اعتقلوا عددا من الطلاب والطالبات، قاموا بتكسير الهواتف عندما حاول بعض الطلاب التصوير، كما قاموا بتدمير كاميرات المراقبة التابعة لكاك بنك المقابل لكلية التجارة حتى لا تلتقط بعض ما قاموا به. وأقدم الحوثيون على إغلاق كلية التجارة لأكثر من ساعة ونصف وحبس الطلاب بداخل الكلية قبل أن يسمح لهم بالدخول والخروج. وعصر يوم السبت قالت مصادر للمصدر أونلاين إن ميليشيا الحوثي اقتحمت مبنى طالبات السكني في جامعة صنعاء واعتدت عليهن. في محافظة إب أيضا تم الاعتداء على طالبات الجامعة، وتمت مصادرة تليفونات وتكسيرها بتهمة التصوير للمعتدين، وعنون موقع الصحوانت. طالبات جامعة إب يتظاهرن ضد غلاء الأسعار والميليشيا تعتدي عليهن وتصادر هواتفهن. وقال الموقع أن عددا من الطالبات نظمنا وقفة احتجاجية ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا منذ أكثر من 4 أعوام. الوقفة التي نفذت أمام بوابة السلطة المحلية بمدينة إب وسط اليمن جاءت بعد تفريق ميليشيا الحوثي لوقفة احتجاجية كان العشرات من طلاب وطالبات جامعة إب يعتزمون تنفيذها تنديدا بتدهور العملة المحلية وزيادة الغلاء وانتشار المجاعة والأوبئة في محافظتين. وتعرضت العشرات من الطالبات والناشطات للاعتداء، وتم تفريقهن بقوة السلاح واختطاف قرابة 10 من طلاب الجامعة ومصادرة هواتف الطالبات من قبل ميليشيا الانقلاب أمام بوابة جامعتين. وقالت الطالبات مسلحو ميليشيا الحوثي دخلوا في أوساط الطالبات وأخذوا العشرات من أيديهن وأخذوا الشعارات من أيديهن عفوا واعتدوا عليهن بالضرب. عن التوتر وحالة الرعب والخوف الذي بدأت عليه ميليشيات الحوثي بمجرد أن فكر الناس بالخروج، كتب علي العسلي مقاله المنشور في التغيير نت. الانقلاب الحوثي إلى زوال حتما، كونه استخدم حاجات الناس لغرض سياسي. لقد قال الحوثيون إنهم ثاروا ضد الشرعية بسبب الجرعة، إلى أن أوصلوا الشعب للحضيض وجرعوه أضعافا مضاعفة وأكلوا الأخضر واليابس. وفوق ذلك يستخدمون القوة ضد النساء ويخرجون بعض رجالات أبناء الحاكم السابق المختطفين لديهم بفدية مالية كبيرة، ويعتقلون النساء اللاتي خرجن ضد تجويعهم وضد جراعهم واعتقالهم. هذا مخالف لأعراف وعادات وتقاليد كل اليمنيين، وعليه سترون نهايتهم عما قريب، ومن نفس سلاحهم وبنفس منطقهم وبنفس الوسيلة التي استخدموها. نعم، بنفس السلاح الذي استخدم قولا وتحشيدا وقوة كالذي استخدموه تماما، وحتما ستكون بتكلفة أقل بكثير مما خسر المنقلبون، خصوصا بعد أن اتضح مكرهم وفضح أمرهم وازداد عورهم وبانت عورتهم من خلال ممارساتهم في السنوات الماضية. فتجسد خوفهم وهلعهم اليوم باستخدامهم للقوة على عدد من النساء، وهذا بداية النهاية لفصلهم الأخير والمقيت لا محالة. وصف موقع أخباري جامعة صنعاء بأنها إيقونة الثورة في وجه آلة القمع الحوثية،
وقال موقع المشاهدة إنه خوفا من تصدر ساحة جامعة صنعاء لموجة احتجاجات ما تسمى ثورة الجياع، حشد الحوثيون مئات من عناصرهم المسلحة لقمع أي صوت طلابي أو احتجاجي داخل الحرم الجامعي الذي شهد تحشيدا لعناصر مسلحة تابعة للجماعة وترتيبات لعروض عسكرية. وانتشر المسلحون في أماكن تجمعات الطلبة ومطاعم الجامعة وساحات الكليات، وقاموا بنشر دوريات راجلة تتنقل بين الطلبة لسماع نقاشاتهم. وقال الموقع أن جامعة صنعاء كانت قد مثلت نقطة انطلاق الشرارة الأولى لثورة 11 من فبراير 2011، ويتخوف الحوثيون من تصدر الجامعة موجة جديدة من الاحتجاجات التي قد تطيح بهم، فعمدوا إلى إغلاق البوابات باستثناء البوابة الشرقية للجامعة، وعمل حواجز أمنية لتفتيش الطلبة والكادر التدريسي بالجامعة، ومنع دخول السيارات إلى الحرم الجامعي. عدن لا بواكي لها، تحت هذا العنوان كتب يسلم البابكري مقاله المنشور في الصحونة مضيفا: ما يحدث في عدن من تصفيات ممنهجة للرموز الوطنية والدينية والتربوية والسياسية أمر فظيع للغاية، ويزيد من فظاعته السكوت تجاهه من الدولة والقوى السياسية والمجتمعية. بات الأمر واضحا للغاية بأنه استهداف بأبعاد سياسية وبهدف واضح. عدن يجب أن تكون ساحة للفشل والخراب والميليشيات. عدن يجب أن تدمر سياسيا واقتصاديا وأمنيا وأخلاقيا واجتماعيا وثقافيا، والمدخل لكل ذلك يمر عبر تصفية رموز المجتمع الذي يمكن أن يقف سدا وحاجزا في وجه هذا المشروع، ووضع تلك الرموز أمام خيارات ثلاثة: الاختطاف والإخفاء القسري وما يرافقها من فظائع في الظلام، أو التصفية والقتل، أو الرحيل والهجرة، وهي خيارات مؤلمة. فما بين الاختطاف والقتل والتهجير تكتب حكاية دمار وضياع عدن. قتل الكثير من رموز المدينة وكسرت مصابيحها ليحل فيها الظلام. لا يخجل القاتل من الإعلان عن نواياه واختيار ضحاياه بوضوح، فالمسجد يجب أن يصمت، فهو خطر حقيقي في وجه مشروع دمار المدينة. والمدرسة كذلك ومؤسسات العون والتكافل، لا يوجد مبرر حقيقي لحالة الصمت تجاه هذا التدمير، ولا تعفى جميع الأطراف من سلطة وتحالف وقوى سياسية من المسؤولية تجاه هذه الجرائم. فالصمت يعني منح القاتل غطاء شرعيا لفعله، ولا يمكن الفصل بين مباشرة القتل والتسويق الإعلامي له عبر التحريض الفاضح ومن مؤسسات إعلامية لا تكف عن تعبيد الطريق للقاتل ليرتكب جرمه بحماية كاملة ومنسقة. كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقرير لها عن ارتكاب 35 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018 ابتداء من 1 من يوليو حتى نهاية سبتمبر. ورصد التقرير 11 حالة اختطاف واعتقال، وست حالات اعتداء على صحفيين وممتلكات إعلامية، وخمس حالات مصادرة للصحف ومقتنيات للصحفيين، وأربع حالات قتل طالت عاملين في مجال الإعلام. كما تطرق التقرير الذي نشره الموقع بوست إلى ثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية وحالتي إيقاف راتب، وإضافة إلى حالتي محاكمات واستجوابات وحالتي تحريض طالت عددا من الصحفيين. وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 15 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 43%، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 13 حالة، وارتكب التحالف العربي 4 حالات والحراك الجنوبي حالتين. وقال التقرير إن 15 صحفيا ما يزالون مختطفين، منهم 14 صحفيا لدى الحوثيين يعيشون أوضاعا قاسية في سجون الجماعة بصنعاء، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة. تتحدث الصحافة العربية عن حالة الخوف الذي تعيشه ميليشيات الحوثي في صنعاء من السكان الذين يعانون بصمت يكاد أن ينفجر. وتقول صحيفة العربي الجديد إن الانتشار المسلح للحوثيين تحول إلى ما يشبه استعراضات عسكرية لإيصال رسالة تهديد إلى السكان الذين يفكرون في التظاهر ضد الجماعة.
وأدت مجمل التحركات الحوثية إلى حالة من الرعب والقلق لدى المواطنين الذين يعيشون أوضاعا صعبة، بالإضافة إلى حالة التذمر الواسعة الناتجة عن عدم تسلم موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الجماعة منذ عامين مرتباتهم، فضلا عن مضاعفات الأزمة التي تلقي بظلالها على مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعين العام والخاص، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من اليمنيين مصادر دخلهم في السنوات الأخيرة. وتقول الصحيفة إن مخاوف الحوثيين كانت واضحة في الخطاب الأخير لزعيم الجماعة الخميس الماضي، والذي قال علينا أن نثور ثورة الجياع إلى الجبهات، أي دعم صفوف الجماعة على الجبهات بالمقاتلين، لا أن نثور على أنفسنا. وجاء الاستنفار الحوثي على الرغم من محدودية الفرص أمام أي تحركات جماهيرية ضمن ما يسمى ثورة الجياع في مناطق سيطرة الجماعة التي تفرض فيها سلطتها بالحديد والنار وتعتقل معارضيها. وقالت الصحيفة إن هناك إجماع لدى اليمنيين أن الحوثيين الذين يحكمون السيطرة على صنعاء ومحيطها هم الطرف المسؤول عما آلت إليه الأوضاع في السنوات الأخيرة تقابلهم دول التحالف. حادث مريع بين السلطة الأبوية والفردانية، تحت هذا العنوان كتبت آمال موسى مقالها المشهور في الشرق الأوسط. المشكلة الموجودة اليوم في مجتمعاتنا التي تطال العلاقات الاجتماعية في مستوى مؤسستي الأسرة والمدرسة تحديداً هي ضعف التواصل مع الناشئة أطفالاً وشباب، ونعتقد أن هذه المشكلة كبيرة وخطيرة ومانعة للحلم بمستقبل أفضل في مجتمعاتنا. فالأطفال اليوم وكذلك الشباب هم إلى القيم الفردانية الحداثية أقرب منهم إلى الثقافة الشمولية التي تمثلها مؤسساتنا مثل الأسرة والمدرسة، لذلك فإن النتيجة هي تصادم حاد بين مؤسسات لا تزال شمولية وأبوية، وبين جيل ينزع نحو الحرية وإعلاء شأن الذات ومركزية الفرد والإيمان المطلق غير المشروط بحقوق الإنسان وحقه الجارف غير المنقوص في الحياة. أعتقد أنه عندما نفهم جوهر الصدام الحاصل اليوم بين المؤسستين المذكورتين وشبابنا سننتهي إلى استنتاج صادم بدوره، وهو أن العلاقة بين أهم مؤسستين للتنشئة الاجتماعية وشبابنا القلب النابض للمجتمع وثروة المستقبل هي علاقة نزاعية صراعية، ولا تقوم على مبدأ التعاون كما يجب أن تكون. الفرق بيننا وبين المجتمعات الأوروبية هو أنها تجاوزت هيمنة المؤسسات وانتصرت للفرد، فتنامت منزلته ومكانته وانتهت من الطور التاريخي الذي كان فيه سلوك الفرد ومواقفه ومشاعره نتاجاً لحتمية المؤسسات الاجتماعية. إننا ما زلنا نقارب الفرد بوصفه عوناً اجتماعياً لا فاعلاً اجتماعي، وهذا في حد ذاته لخبطة كبيرة ما فتئت تتسبب في حوادث تواصل بين الأسرة والمدرسة وشبابنا. المطلوب هو الإنصات الجيد والاعتراف الشجاع بأن هناك تغييراً ثقافياً هائلاً قد حصل في مجتمعاتنا. صحيح نحن لسنا مجتمعات حديثة، ولكننا نحاول الحداثة ونتعاطى معها حتى ولو كان ذلك في بعدها المادي الذي سيفرز مع التراكم والوقت حداثة فكرية حقيقية أكثر تجذراً وعفوية من التي نلاحظها الآن. نطالع في البي بي سي البريطانية أكثر الأحداث تداولاً، حيث مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي صدمة كبيرة للعاملين في الإعلام وحقوق الإنسان، وعنونت البي بي سي. الشرطة التركية تشتبه في أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية، حيث قالت الشرطة التركية أنها تعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وكان الادعاء العام التركي قد فتح تحقيقا في اختفائه. واختفى الصحفي جمال خاشقجي المعارض لبعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ الثلاثاء الماضي، عندما دخل القنصلية السعودية. ونقلت وكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست عن مصادر تركية أن خاشقجي قتل داخل القنصلية حسب اعتقادهم.
ووفقا للموقع لم يعلق المسؤولون السعوديون حتى الآن على تلك الاتهامات، لكن الأمير محمد بن سلمان قال في وقت سابق إنه يرحب بتفتيش السلطات التركية للقنصلية. في أخبارنا المنوعة نطالع من موقع دي دبليو الألماني خبرا يدل على قيمة الإنسان، أكان ميتا أو حيا وفي وقت تطمس ملامح الجرائم اليومية في بلدان كثيرة، فإن هناك من يبحث عن جثة مفقودة بكل الإمكانيات. وعنون الموقع: تجفيف بحيرة بحثا عن امرأة مفقودة منذ ربع قرن في ألمانيا. وقال الموقع إنه بعد أن فشلت كل المساعي لإيجاد امرأة شابة اختفت من مدينة بريمن شمالية ألمانيا منذ 25 عاما، شرعت الشرطة بتجفيف بحيرة كاملة بعد أن عثر على بعض الأغراض الشخصية التي تخص المرأة المفقودة. ويأمل المحققون في العثور على جثة امرأة مفقودة منذ 25 عام. وقال متحدث باسم الشرطة أن أعمال سحب المياه من بحيرة تيتنزه سارية حاليا، وأن الأمر قد يستغرق ما بين 3 إلى 5 أيام حتى يتم تجفيف البحيرة بالكامل ويجري تحويل المياه المسحوبة من البحيرة إلى النهر أو إلى نهر الفيزر. وكانت امرأة شابة قد اختفت من بريمن عام 1993 ولم يتم العثور على جثتها حتى الآن، ويمثل شريك حياتها السابق منذ أغسطس الماضي أمام المحكمة بتهمة قتلها بسبب رغبتها في الانفصال عنه والانتقال مع ابنها لمكان آخر. وينفي الرجل 58 عام الاتهامات الموجهة إليه. وعقب عام من اختفاء المرأة، التقط صياد جاربا مثقلا بحجارة حيث عثر داخل الجارب على أغراض شخصية للمرأة المفقودة بينها خاتم الخطوبة، ولم تتمكن فرق متخصصة في الغطس في تلك أو في ذلك الحين من العثور على جثة المرأة بسبب تعثر الرؤية في مياه البحيرة. تحولات العالم الرأسمالي من الإمبراطورية إلى الإمبريالية إلى العولمة. تحت هذا العنوان كتب ديفيد روزين مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، وترجمه علاء الدين أبو زينة. وقال الكاتب: لا يسع المرأة سوى أن يتساءل عما كان ليفكر به ماركس ناهيك عن لينين حول الطبيعة الراهنة للرأسمالية العالمية، فقد حققت هذه الرأسمالية أسوأ كوابيسهما وأصبحت نظاما للاستبداد والنهب، وإنما من دون ديالكتيك ثوري فدائي. استند اليسار المتطرف خلال القرن ونصف القرن الماضيين إلى تحليل ماركس ورؤيته الطوباوية للرأسمالية وتناقضاتها الداخلية المتأصلة وخضوعها الحتمي للشيوعية في نهاية المطاف، وأن البروليتاريا تستطيع وستفعل إسقاط البرجوازية بحيث يتم استبدال النظام الاقتصادي القائم على تبادل السلع بعالم قائم على المساواة الاجتماعية والثروة المشتركة والوئام البيئي من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته. ولكن هل ما يزال هناك أحد يؤمن بهذه الإمكانية ناهيك عن التحليل النقدي الذي عززه؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل ثمة بديل جذري ممكن؟ من المحزن أن بروليتاريا ماركس طليعة الطبقة العاملة تبدو مهزومة وقد اختفت من المسرح التاريخي، وحزب لينين الطليعي أنهى مهمته التاريخية قبل عقدين عندما انهار الاتحاد السوفيتي ذات مرة، بينما حلت محل اشتراكية الدولة عصبة من المافيا الفاسدة التي تحكم روسيا، وتحولت سينوماو إلى مؤسسة شركاتية عملاقة تديرها الدولة. وحركات التمرد في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا إما تم سحقها أو تم دمجها في الدولة الرأسمالية، أو أنها مثل كوبا تتشبث بالحياة العزيزة. في الولايات المتحدة تناضل النقابات المتقلصة بيأس من أجل البقاء، الاشتراكيون الديمقراطيون ليسوا سوى ظلال حسنة النية لديمقراطي أي تقدميي الشركات، وتم اختزال السياسة إلى هوية فردية، والمتمردون من مستوى الجذور طاردتهم الدولة الأمنية المخابراتية المحلية الفيدرالية، والراديكاليون المتشددون يتشدقون برؤاهم في غرف الصفوف الجامعية وزوايا الشوارع والمواقع الإلكترونية مثل المبشرين القدامى الذين ينبحون على القمر. من صحيفة الجارديان البريطانية نستعرض أبرز الصور المتنوعة والتي تم التقاطها من مناطق مختلفة حول العالم، نتابع.
تحمل رسومات الكاريكاتور الكثير من الأفكار والمواقف المعترضة، ويلجأ أصحاب الرأي إلى التعليق حول الأحداث بشكل أو بأشكال فنية توصل رسائل أعمق يبقى أثرها طويلا. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. وبهكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.